Good morning, 40 Jade. Good morning, Robert. How are you, EMS? Are you okay? Are you fine? Okay, Miss. خلينا نبدأ مع بعض. نكمل مع بعض على ماست مسنت ونكمل في كتابنا اللي هي طبعا احنا يعني تقريبا شبه انهينا اليونت اللي راح تكون هاي هي مادة الامتحان. اوكي، طبعا راح احدد لكم اياها، بس خلينا نكمل مع بعض حل التمرين عشان احدد لكم باذن الله مادة الامتحان، واي شيء طبعا اي استفسارات تبعتوا لي. اوكي رابع، نبدا مع بعض، نكمل مع بعض في كتابنا البيوبلز بوك. اوكي، نكمل مع بعض يا رابع في كتابنا اليوز، وبحكي لك قد ذا رولز، بحكي لك طلع عندك على الاوامر بيج نمبر 37 اللي هي ايش في البيلد بوينت، اللي هي ايش لوحه الاوامر اللي كانت موجوده هون. هاي هالاوامر، هاي من الرولز اللي عندي هون، هاي 1 2 3 4، هي عندي 4 رولز يا مس، في عندي 4 رولز يا رابع. اوكي هاي موجودين عندي هون، رح نضطر نسال عنهم ونحكي عنهم. اوكي نبدا في السؤال الاول، بحكي لك هاو ماني رولز ار ذير، طلعنا على الرولز الموجوده في نمبر 3. هاو ماني رولز ار ذير، كم عدد الرولز الاوامر الموجوده عندي؟ 4 رولز. اذا هاو ماني رولز، كم عدد الرولز الموجوده عندي هون؟ 4 رولز. اوكي هاو دو يو نو، كيف عرفتوا اربع فور رولز؟ بيكوز ذير ار فور على البيلت بوينت، هيهم موجودين هيهم على لوحه الاوامر، هيهم ذير ار فور على البيلت بوينت، يعني هاي لوحه الاوامر شو بنسميها احنا؟ البيلت بوينت. اوكي نطلع مع بعض، بيكوز نكتب مع بعض، بيكوز ذير ار، اذا هم كم موجودين؟ بيكوز ذير ار فور built point. يعني هم موجودين على البيلت بوينتس، كم عددهم؟ 4. اذا because there are 4 built points على البيلت بوينتس، 4 على البيلت بوينتس. اوكي is it possible to change the order the built points، انا بقدر اغير هاي الاوامر على لوحه الاوامر؟ يس yes. اذا انا بقدر اغيرها، to change اغيرها بدل ان اغيرها؟ يس yes. It possible، يعني يعني yes it possible، يعني هذا الشيء مو أكيد. أوكي يعني هذا الشيء مسموح إني أغير على البيلت بوينت، بيلت بوينت اللي هي إيش أنت؟ لوحة الأوامر، لوحة إيش؟ الأوامر. أوكي نطلع عندك هون، نطلع هون عندك على البيكتشرز، بدنا نكمل ب must أو mustn't. هنا طلع عندك على الإجابات اللي هون، you must your bike must have، إذا لازم يكون شوفي عليها مثلا lights، نحكي لنا you must your bike must have، ليش لازم يكون فيها عندك lights؟ مصابيح. أوكي good، you must check، لازم أنا أنتبه على إيش؟ أشيك على إيش؟ على lights وعلى إيش؟ على break. بدي أكتب هون إيش عندك؟ the break، شيك على البريكس. You must wear، لازم البس ايش؟ هيلمت وسيفتي فيست او ترينرز اللي هو ايش؟ ملابس رياضيه. اوكي هيلمت ان سيفتي فيست اند ايش مس ترينرز اللي هو ايش؟ ملابس رياضه اللي هو ترينينج. You mustn't wear، مش لازم نلبس ايش؟ فليب فلوبس، لازم مش لازم البس مثلا بابوجة بحر، شحاطة، فليب فلوبس. You mustn't listen، مش لازم تستمع لايش؟ للميوزك وانت بتقود. You mustn't ride، لازم تقود ايش؟ next to the parked car، انه ايش؟ انه كلش في next to the parked car، next to the part next to parked cars. never ابدا ما نحضر ايش مثلا عندك هون في البيكتشرز، never ايش carry animals in your basket، never carry، اكتب فيها يحمل ايش؟ animals
animals in your basket. لازم تحمل animals في الباسكت. اوكي always دائما منقود السيارة شو لازم يكون مثلا؟ always look ahead، اني انظر لايش؟ للامام. always look ahead. او ايش كمان عندي؟ always ride a safe distance from vehicle، لازم اترك مسافة بيني وبين السيارات. اوكي بس انا بدي ايش؟ look ahead. اوكي يا رابع، اذا you must check the brakes، لازم انتبه. you must you must wear helmet safety vest trainers، you mustn't wear flip flops، you mustn't listen to music، لازم اسمع الميوزك، you mustn't ride next to the parked car، لازم اقعد جنب السيارات، never carry animals in your basket، ما احمل animal في الباسكت، always look ahead، لازم انتبه ايش؟ للشارع امامي. اوكي يا رابع، طبعا يا رابع عندك بيج نمبر 34 هاي مش داخله، هاي هو مشروع مش داخله. الريدينج تايم اللي هي هاي قصص اللي هو إلك مش إلي، هاي قصة إلك تقرأها إلك لحالك قراءة ذاتية، هاي الريدينج تايم مش داخلة. والأسئلة بتاعت الريدينج تايم إيش كمان هاي عندك؟ غير داخل. أوكي وهاي كمان نفس الشيء غير داخل. أوكي يا رابع، إذا عندك reading time، هاي reading time القصة مع أسئلتها مع الصفحة هاي يا رابع إيش مالهم؟ مش داخلين، هدول الصفحات مو داخلة يعني ما بدنا إياهم. أوكي رابع بحكي لك إنه بنتكمل عندي إيش هلا إحنا إيش هالbullet point، هي عبارة عن إيش؟ بتكون عندك في leaflets، بكون مثلا وين بكون موجودة كمان؟ تكون موجودة في shopping list، قائمة التسوق بحط فيها عندي أوامر، في الرسائل اللي مع أمي والقصص والإيميل زي ما فيها عندي أوامر. إيش كمان عندي بستخدمها؟ في instructions، instructions اللي هي إيش عندك المقدمات تكون فيها إيش عندي أوامر، هذول هن إيش راح أكتب وين موجودات لوحة الأوامر. أوكي أنا بحكي لك we use build point، بستخدم ال build point ليش؟ عشان أعمل make list، أعمل قائمة وmake إيش كمان عندي list information. متى بعمل أنا هاي قائمة الأوامر؟ بعمل make list اللي هي قائمة to make list. أو كمان عشان أعمل list information لقائمة معلومات، بأخذ ما استفيد منها إيش في بستخدمها عشان أعمل إيش قائمة معلومات list information. أوكي هلا أنا رح أطلع عندك على البيكتشرز اللي هون، حطلع عندك على البيكتشرز هون، وايش اعمل؟ بدي اوضح كل بيكتشرز شو بتحكي. نمبر 1 نيفر جو سيرفينج الون، مش لازم اعمل انا سيرفينج الون عمليات التزلج على ايش لحالي، لازم يكون في عندي اوامر. نمبر 2 السن بلوك، اذا اولويز ايش؟ وير سان سكرين، لازم استخدم ايش اللي هو ايش سان سكرين اللي هو ايش كريم الشمس اللي هو اول بنسميه احنا واقي الشمس. Always wear sunscreen للبشرة. إذا إيش رح أكتب هون عندي؟ إذا never أبدا ولا always دائما؟ أوكي okay, always wear sun إيش screen. وش نمبر 3 تاع نمبر 3 ايش ماله؟ you must know how to swim، اذا لازم اعرف انا كيف اسبح. you must نجيب علينا know how to swim. نمبر 4 ايش بحكي لك؟ you mustn't surf in the thunderstorms، انت طلع عندي على البرق. you mustn't surf in يعني متى يكون في لما يكون في عندي thunder. بس هون في الامتحان احط منك يعني لتوزع كل واحد تحت الصورة تاعتها، يعني هذول انا مطالب اني احفظهم حفظ
عشان في الامتحان لو أجيب لك الصورة تاعتها تعرف كل صورة عن إيش بتحكي. نمبر فايف، إيش نمبر فايف؟ don't serve too near swimmers. لازم أنا أعمل تزلج متى؟ جنب السباحين. don't serve too near اوكي مس اوكي فقط لا غير. هذا هو المطلوب عندي في الحل. يعطيكم الف عافيه.